عليكم يا دكاتره. هنتكلم ان شاء الله النهارده على الايون اكستشينج كروماتوجرافي. ايون اكستشينج كروماتوجرافي او الاختصار بتاعه IEC، ايون اكستشينج كروماتوجرافي. فكره الجهاز ده ان بفصل التشارجد سامبل مولكيولز، بفصل الحاجه اللي عليها شحنه معينه، بوزيتيف تشارج نيجاتيف تشارج زي البروتين. يبقى الايون اكستشينج كروماتوجرافي من اللي بستخدمه عشان اعمل اناليسيز للبروتين. بنبص كده على شكل الجهاز. ده عبارة عن كولم اسطوانة، الاسطوانة دي بيبقى جواها سبورت او جل او ريزن او ماتريكس. الجل او الريزن او الماتريكس او السبورت ده اللي هياخد على السطح بتاعه اللي تشارجد سامبل مولوكيولز. زي ايه السبورت او الجل او الماتريكس اللي احنا بنفصل بيه البروتين او التشارجد سامبل مولوكيولز؟ زي مثلا السريلوز، الاجاروز، الدكستران، البوليستايرين. يبقى دي كلها اكزامبل للجل او الريزن او الماتريكس اللي احنا هنستخدمه عشان نفصل الجزيئات المشحونه بشحنه معينه، زي السريلوز، الدكستران، الاجاروز، البوليستايرين. ناخد كده الجل ده ونكبره علشان نستوعب يعني ايه ايون اكستشينج كروماتوجرافي. هلاقي ان ده مثلا الجل او الريزن او الماتريكس بيبقى مشحون بشحنه معينه، بيبقى طبيعته يا اما بيزك يا اما اسيدي. فور اكزامبل الشكل اللي احنا شايفينه ده، هلاقي طبيعه الجل بيكون نيجاتيفلي تشارجد، هو اصلا طبيعته عليه نيجاتيف تشارج، لان اصلا الجل او الريزن داخل في تكوينه اسيد حمض معين، زي مثلا السلفونيك اسيد او الكربوكسيليك اسيد. فطبيعي ان الجل من جوه بيكون مشحون بشحنه سالبه، نيجاتيف تشارجد جل او ريزن بالشكل ده. بجيب الجل ده وابتدي اغلفه من بره بكاونتر ايون، ما هو الجل ده طبيعته نيجاتيف تشارج، فبالتالي هغلفه من بره بحاجه بتكون العكس، بنقول عليها كاونتر ايون اهو، اللي هي عباره عن بوزيتيف تشارج. والكاونتر ايونز ديت هنفهمها كمان شويه، بنجيبها عن طريق البفر، بنبتدي نحط الجل جوه الاسطوانه ونبتدي نحط البفر علشان البفر يعادل كل شحنه موجوده داخل الريزن. كل نيجاتيف تشارج يحط قصادها من بره بوزيتيف تشارج، ودي اللي احنا بنقول عليها الكاونتر ايون. يبقى ده شكل الجل او الريزن، بيبقى مشحون بشحنه معينه، وليكن الشكل ده مشحون بشحنه سالبه، وبيبقى عنده من بره لوزلي اتاتش كاونتر ايونز. الكاونتر ايونز ديت بتبقى ماسكه مع الجل بروابط ضعيفه، اهي روابط ضعيفه، عشان كده بنقول ان الكاونتر ايون لوزلي اتاتش تو الجل او الريزن او الماتريكس. علشان يجي التشارجد سامبل اهو، ده السامبل اللي عليه بوزيتيف تشارج، هيبتدي يعمل ريبليسمنت، هيبتدي يزق الكاونتر ايونز وياخد مكانها على سطح الجل او الريزن. ادي السامبل اللي عليه بوزيتيف تشارج اللي هو طبيعته كاتايونيك، يعني عليه بوزيتيف تشارج، هيبتدي ينزل ويعمل ديسبليسمنت، هيحل محل الكاونتر ايون اهو، مسك مكانها على سطح الجل او الريزن. وبدات الكاونتر ايونز لانها لوزلي اتاتش تبتدي ايه تخرج بره الاسطوانه. يبقى انا هنا فصلت السامبل اللي عليه بوزيتيف تشارج، علشان كده الجل ده بيقولوا عليه كاتايونيك اكستشينجر، ده اللي بيفصل الكاتاين، ده اللي بيبدل الكاتاين، ده اللي بيفصل الحاجه اللي عليها بوزيتيف تشارج. يبقى الجل او الريزن ده نقول عليه كاتايونيك اكستشينجر، ده اللي بيعمل اكستشينج او بيبدل الكاتاين او بيفصل الكاتاينز. وهو اصلا بيفصل الكاتاينز على السطح الخارجي بتاعه لانه اصلا من جوه طبيعته اسيدك، عليه نيجاتيف تشارج من جوه، عشان كده بنقول عليه اسيدك. يبقى الكاتايونيك اكستشينجر هو الاسيدك اكستشينجر، هو اسيدك يعني طبيعته من الداخل بتكون نيجاتيفلي تشارج، فبالتالي هيفصل على السطح بتاعه الحاجه اللي عليها بوزيتيف تشارج او الكاتاينز. هناخد في الاخر ابلكيشن هو الووتر سوفتنينج. ساعات بيبقى عندي هارد ووتر، الهارد ووتر دي ميه بيبقى جواها كالسيوم، ومشكله الهارد ووتر انها ما بتعملش فروس مع الصوب. لما تيجي كده تغسل ايدك بالهارد ووتر وشويه صابون، تلاقي الصابونه ما بترغيش معاك، هي دي فكره الهارد ووتر. فاحنا عاوزين نستبدل الهارد ووتر بسوفت ووتر، نعمل ايه؟ ووتر سوفتنينج، نشيل الكالسيوم من الميه. نبتدي نجيب الهارد ووتر اللي فيها كالسيوم ونحطها على الكاتايونيك اكستشينجر، هتبتدي الميه اللي فيها كالسيوم تخرج من غير الكالسيوم، الكالسيوم يجي يمسك على سطح الريزن او الجل، يتحشر جوه الاسطوانه وتنزل الميه من غير كالسيوم. يبقى انا كده حليت مشكله الهارد ووتر، او عملت حاجه اسمها الووتر سوفتنينج. النوع الثاني من الجل او الريزن بالشكل ده،
بيبقى هو اصلا طبيعته بيزك، يعني عنده بوزيتيف تشارج. فطبيعي تلاقي الكاونتر ايونز اللي موجوده على سطحه الخارجي بتكون نيجاتيف تشارج، صح كده؟ فده الجل او ريزل اللي يقدر يفصل الحاجه اللي عليها نيجاتيف تشارج، يعني يقدر يفصل او يبدل الانايونز. فعشان كده بنقول عليه انايونيك اكستشينجر، هو طبيعته بيزك او طبيعته عليه بوزيتيف تشارج، فيبتدي يشد على السطح الخارجي بتاعه الكاونتر ايونز اللي هو عباره عن نيجاتيفلي تشارجد سامبلز او الانايونز، فده بيسموه انايونيك اكستشينجر او بيزك اكستشينجر. زي مثلا مين؟ اديني اكزامبل على البيزك اكستشينجر. زي مثلا كل السكندري امين والتيرشري امين والكواترنري امين، ده اكزامبل للتيرشري امين. نيتروجين متفاعله مع 3 الكايل جروب، ده بنقول عليه تيرشري امين، عليه بوزيتيف تشارج. ادي جل تلاقي طبيعته اصلا بيبقى عنده مجموعه بيزك بوزيتيف تشارج، فتلاقي السطح الخارجي بتاعه من بره بيبقى عنده الكاونتر اينز عباره عن نيجاتيف تشارج، فده يفصل الحاجه اللي عليها نيجاتيف تشارج او الانين. زي مثلا اكزامبل على التيرشري امين حاجه اسمها داي ايسايل اهو، داي ايسايل امينو ايسايل، بص كده داي ايسايل امينو ايسايل او دي اي اي اي، ده اختصار الداي ايسايل امينو ايسايل، ده اكزامبل على التيرشري امين اللي بنقول عليه بيزك او انايونيك اكستشينج. بنيجي بقى على البروسيجر او الخطوات اللي احنا بنعملها علشان نطبق الاين اكستشينج كروماتوجرافي ونفصل السامبل اللي عليه شحنه معينه زي البروتين. اول حاجه بنعمل سيت اب للجهاز، بنبتدي نجهز الكولم الاسطوانه ونبتدي نحط جواه جل او ريزن، سواء بقى كاتيونيك او انايونيك على حسب الابلكيشن اللي انا محتاجه. فانا اول خطوه بعملها بعمل سيت اب، بجهز الاسطوانه واحط جواها الجل. انا حطيت جواها الجل بالشكل ده، وليكن الجل اللي انا اخترته طبيعته اسيدك، يعني عنده من جوه نيجاتيف تشارج. مفروض اللي انا هبتدي احط من بره كاونتر ايونز، هبتدي عادل كل نيجاتيف تشارج لازم يبقى قصادها من بره بوزيتيف تشارج. بعمل حاجه اسمها اكويليبريشن، كل نيجاتيف تشارج بحط قصادها من بره كاونتر ايونز، والحاجه دي بنعملها عن طريق ويك بافر. ويك بافر يعني ضعيف، بنحط الويك بافر على الجل علشان يبتدي يعمل لي ايه؟ يعادل النيجاتيف تشارج اللي موجوده على الجل. بص كده عدلت دي ودي ودي ودي، بس لسه في نيجاتيف تشارج مفيش قصادها من بره الكاونتر اينز، فانا هبتدي افضل اضيف الويك بافر على كذا خطوه ورا بعض لحد ما يحصل اكويليبريشن. يعني ايه اكويليبريشن؟ يعني كل نيجاتيف تشارج قصادها من بره بوزيتيف تشارج، قصادها كاونتر اينز. كده حصل اكويليبريشن، او الخطوه دي بيسموها ستوب بوينت. ايه هو الاكويليبريشن او الستوب بوينت؟ بيقول لي في اول خطوه انت حطيت الويك بافر، فطبيعي انك لما تيجي تحط الويك بافر هتلاقي درجه البي اتش بتاعته هو داخل مختلفه عن ما هو خارج، صح كده؟ في شويه ايونز اتحصروا مع الجل، فطبيعي ان انا بحط من هنا ويك بافر عشان يعادل التشارج اللي موجوده على الجل، بلاقي درجه البي اتش للبفر اللي داخل مختلفه عن اللي خارج. اكيد اللي خارج ده هلاقي البي اتش بتاعته قليله لانه فقد بعض الايونز، صح كده؟ طب في الخطوه ديت حصل كومبليت اكويليبريشن، خلاص كل تشارج اتعدلت بالايه؟ بالكاونتر ايونز بتاعتها. فانا في المرحله دي بعد ما حصل اكويليبريشن هلاقي البي اتش بتاع البفر اللي داخل نفس درجة البي اتش بتاع البفر اللي خارج، ما عادش بيفقد ايونز، خلاص حصل كومبليت اكويليبريشن او ده اللي احنا بنسميه ستوب بوينت، يعني كل تشارج قصادها كاونتر ايونز. يبقى احنا اول حاجة جهزنا الكولم، حطينا جل، بعد كده بدأنا نعمل ابلكيشن لويك بفر عشان نعمل كومبليت اكويليبريشن لحد ما وصلنا حاجة اسمها ستوب بوينت، يعني البي اتش بتاع البفر اللي داخل هو البي اتش بتاع البفر اللي خارج. بعد ما جهزنا الكولم هنبتدي بقى نعمل سامبل ابلكيشن، نحط السامبل ونعمل ووشنج للاكسس انباوند سامبل. يبقى احنا هنضيف السامبل، فهلاقي مثلا لو انا الجل بتاعي بالشكل ده، مين السامبل اللي هيمسك على سطح الجل؟ اللي عنده بوزيتيف تشارج. طب لو في سامبل عليه نيجاتيف تشارج هيبتدي يخرج بره الكولم، هنعمل ووشنج للانباوند بروتين او الانباوند سامبل. يبقى السامبل اللي عليه بوزيتيف تشارج هو اللي مسك، والنيجاتيف خلاص خرج بره الجهاز، عملت له ايه؟ ووشنج. طيب بعد ما فصلت السامبل اللي عليه بوزيتيف تشارج، ما احنا اتفقنا السامبل هيحل محل الكاونتر ايونز، ادي السامبل ده الشكل الجديد،
مسك على سطح الريزن او الجل. انا كده عملت سيباريشن خلاص، بس عاوز اعمل سامبل ريكفري، استرجع السامبل بتاعي مره تانية. ادي السامبل ماسك مع الجل، انا عاوز اعمله اليوشن، اخرجه بره الكولر. هبتدي احط سترونج بافر. السترونج بافر ده اقوى من السامبل، هيبتدي يزق السامبل ويخرجه بره الكولم، او هيحصل عمليه اسمها اليوشن. بعد ما خرجت السامبل هنعمل بقى ريجنريشن، هرجع الدنيا زي ما كانت في الاول عشان لما اجي اشتغل بالجهاز مره ثانيه يبقى جاهز عندي. طيب بعد كده في حاجه اسمها الفاكتورز افكتنج سيباريشن. ايه الحاجه اللي بتاثر على السيباريشن في الاين اكستشينج كروماتوجرافي؟ اكيد التشارج، الشحنه دي اهم حاجه. الايونز بالانس اللي هو عباره عن التكافؤ، بمعنى قال لي مثلا عندي حاجه زي الالومنيوم ترايفيلنت عنده 3 بوزيتيف تشارج، صح كده؟ ده التكافؤ بتاعه، ده يعتبر اقوى ويحل محل ويزق الكالسيوم، لان الكالسيوم دايفيلنت، والكالسيوم يقدر يعمل ريبليسمنت او ديسبليسمنت، يحل محل الصوديوم لان الصوديوم مونوفيلنت عليه 1 بوزيتيف تشارج. يبقى التكافؤ بتاع الاينز بيأثر على السيباريشن. كل ما الحاجه يكون عليها بوزيتيف تشارج اكتر، ها مشحونه بدرجه عاليه، تحل محل الحاجه اللي اقل منها. الالومنيوم ترايفيلنت يحل محل الدايفيلنت، يحل محل المونوفيلنت. كمان الاتوميك نمبر اللي هو عباره عن العدد الذري، ها مين اللي اتقل مين اللي اكبر. حاجه زي البوتاسيوم العدد الذري 19، اكبر من الصوديوم اللي هو 11، اكبر من الهيدروجين اللي هو 1. فتلاقي البوتاسيوم الكبير يقدر يزق ويحل محل الصوديوم، والصوديوم يقدر يعمل ديسبليسمنت للهيدروجين وهكذا. كمان الجل كروس لينكج، ودي مهمه قوي. كل ما كان الجل او البوليمر قريب قوي من بعض، ماسك قوي مع بعض في كروس لينكج، بلاقي الكونتاكت او الكاونتر ايونز اللي هي معرضه للسامبل بتبتدي تكون اقل. ما انا كده حصل كروس لينكج، فالمسافات بدات تقل قوي، فبلاقي السيرفس اريا بدات تقل. لما السيرفس اريا تقل، انت كده قللت عدد الكاونتر ايونز اللي موجوده بره، فده هيبتدي يعمل لك بور سيباريشن. دي حاجه مهمه قوي. يبقى الجل كروس لينكج، بدا الجل يقرب قوي من بعض، فبدات السيرفس اريا تقل، فبدات عدد الكاونتر ايونز المتاحه انها تتبدل مع السامبل تقل، فحصل بور سيباريشن. كمان الريلاتيف افينيتي، يعني كل جل بيبقى ليه طبيعه معينه، ليه افينيتي لحاجه معينه. حاجه مثلا زي السلفونيك اسيد ريزن، بيقول السلفونيك اسيد ريزن ده بعتبره سترونج ريزن، سترونج كاتيونيك اكستشينجر. ما هو السلفونيك ده عباره عن حاجه اسيدك، وده اللي بياخد الحاجه اللي عليها بوزيتيف تشارج، بيبدل الكاتاين، فده بقول عليه سترونج كاتيونيك اكستشينجر. القوي ده يبتدي يشد القوي اللي زيه، مين؟ البوتاسيوم، بعد كده ياخد الصوديوم، بعد كده ياخد الهيدروجين. يبقى السلفونيك اسيد ريزن ده عباره عن سترونج كاتيونيك ريزن، بيشد البوتاسيوم احسن من الصوديوم، احسن من الهيدروجين. طب لو عندي كربوكسيليك اسيد ريزن، ده ويك، بيبقى ضعيف، يشد الضعيف اللي زيه او الصغير اللي زيه، ده بيحب ياخد الهيدروجين اولويه عن الصوديوم واعلى من البوتاسيوم. يعني لو الثلاثه موجودين مع بعض، الكربوكسيليك اسيد ريزن يشد الهيدروجين ويسيب الصوديوم والبوتاسيوم وهكذا. ده بالنسبه للفاكتورز افكتنج سيباريشن في الاين اكستشينج كروماتوجرافي. نيجي نشوف مع بعض الابلكيشنز او تطبيقات الاين اكستشينجر، ودي حاجه مهمه قوي. في ثلاث انواع من الابلكيشن، في اناليتيكال وفي ميديسنال وفي كمان فارماسيوتيكال ابلكيشن. نبدا كده بشغل التحليليه. اناليتيكال ابلكيشن زي ايه؟ الاناليتيكال ابلكيشنز زي الووتر سوفتنينج او الووتر بيوريفيكيشن او هايلي بيور ووتر. ازاي اعمل ووتر سوفتنينج؟ احنا قلنا مشكله الهارد ووتر او اللي بيسبب الووتر هاردنس وجود الكالسيوم. انا لو قدرت ابدل الكالسيوم باي كاتاين تاني، انا كده حولت الهارد ووتر الى سوفت ووتر. انا عاوز ابدل الكالسيوم بكاتاين تاني، فاكيد هشتغل بكاتايونيك اكستشينجر. زي ايه الكاتايونيك اكستشينجر اللي بنعمل بيه ووتر سوفتنينج؟ زي السلفونيك اسيد ريزن، ده عباره عن سترونج كاتايونيك اكستشينجر سلفونيك اسيد ريزن، والكاونتر اينز اللي عليه من بره عباره عن صوديوم. هتبتدي الهارد ووتر او السامبل اللي جواه كالسيوم يعدي على السلفونيك اسيد ريزن.
الكالسيوم هيزق ويحل محل الصوديوم. ادي الكالسيوم هيبتدي يمسك على سطح الجل او الريزن ويبتدي الصوديوم يخرج مع الميه. كده انا عالجت مشكله الووتر هاردنست، بقى عندي سوفت ووتر او ميه ما فيهاش كالسيوم، فيها صوديوم والصوديوم ما بيعملش هاردنس. يبقى ازاي اعمل ووتر سوفتنينج؟ باستخدام سترونج كاتيونيك اكسشينجر زي السلفونيك اسيد ريزن في الصوديوم 4. يعني ايه في الصوديوم 4؟ يعني الكاونتر اينز اللي عليه من بره عباره عن صوديوم، هيبتدي الكالسيوم يحل محل صوديوم، حولت الهارد ووتر الى سوفت ووتر. تاني حاجه الووتر بيوريفيكيشن، عاوز ابتدي انضف الميه من الهيفي ميتالز والتوكسينز اللي ممكن تبقى موجوده زي مثلا الليد والكبر. فانا ببتدي ابدل الليد والكبر باي كاتاين زي الهيدروجين. يبقى انا كده عملت ووتر بيوريفيكيشن فروم الهيفي ميتال عند التوكسينز زي الليد والكبر، شلت عملت ريموفال بدلت الليد والكبر باي كاتاين زي الهيدروجين. كمان لو عندي اي املاح جوه الميه اقدر احسب كميتها ازاي؟ لو انا مثلا عندي كاتاينز موجود في الميه، هبتدي اعدي الميه على كاتيونيك اكسشينجر، كل الكاتاينز اللي موجوده في الميه هيتم استبدالها بالهيدروجين، وانا ابتدي احسب نسبه الهيدروجين اللي خرجت مع الميه، نسبه الهيدروجين مكافاه لكميه الكاتاينز اللي كان موجود داخل الميه. وبنفس الطريقه لو عندي الاينز محتاج احسب كمياتها، ببدل كل الالاينز اللي موجوده في الميه بالهيدروكسيد بالاو اتش، وابتدي احسب كميه الاو اتش اللي خرجت مع الميه. يبقى انا قدرت احسب كميه الالاينز، قدرت احسب كميه الكاتاينز، وكمان ده انا شلت كل الكاتاينز اللي موجوده في الميه وبدلتها بالهيدروجين، وشلت كل الالاينز وبدلتها بالاو اتش. فاحنا عملنا حاجه اسمها الووتر بيوريفيكيشن. ده كده الاناليتيكال ابلكيشن. تاني نوع من انواع الابلكيشن ميديسنال ابلكيشن، يعني بنستخدمها في علاج امراض معينه. اول مرض او اول ميديسنال ابلكيشن للاين اكسشينجر علاج الاوبستراكتيف جونز، الصفره. الصفره يعني وجود اكسس بايل سولت، في صفره كتير موجوده في الدم. فانا ببتدي ادي الكوليستيرامين. هقول لكم على حاجه بسيطه قوي، لو تعرفوا ان الاطفال اللي بيجي لها صفره بنعالجها بالاجار، صح؟ بيشربوا الاطفال اجار. الفكرة ان الاجار بيبتدي ياخد على السطح الخارجي بتاعه البايل سولت ويعمل بيها او يحصل له اليمينيشن، يخرج في الاستول. يبقى انا كده قللت نسبة الصفرة اللي موجودة في الدم وعالجت الاوبستراكتيف جونز. هنا بقى اللي افضل من الاجار الكوليستيرامين. بص كوليستيرامين او بيزك او بيزك اكسشينجر، ده هيبتدي ياخد على السطح الخارجي بتاعه، هيشد من الدم البايل اسيد سولت، هياخد املاح الصفرة ويخرج بيها في الاستول. يبقى انا عالجت الاوبستراكتيف جونز باستخدام بيزك اكسشينجر، طبيعته بيزك امين او اسمه كوليستيرامين. كمان الاوديما او الووتر ريتينشن، ما هي سولت الاملاح زي الصوديوم والبوتاسيوم هي دي اللي بتعمل ووتر ريتينشن، دي اللي بتسحب وبتاخد الميه وتجمع الميه حواليها. فانا لو قدرت اشد الصوديوم والبوتاسيوم من الدم انا كده عالجت الووتر ريتينشن او الاوديما. ببتدي اشيل الصوديوم والبوتاسيوم، اشيل الكاتاينز ديت وبدلها بحاجه زي الهيدروجين باستخدام البوليستيرين سلفونيت ريزن، ما ده سلفونيك اسيد ريزن، هياخد على السطح الخارجي بتاعه الصوديوم والبوتاسيوم ويحل محل الحاجات ديت الهيدروجين. يبقى انا قللت من نسبه الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، فانا كده عالجت الووتر روتين الووتر ريتينشن او الايديم. ممكن اعالج الدائريه بنفس الطريقه، باخد جل او ريزن او ماتريكس اسمه بوليميكسين سلفا ريزن. البوليميكسين سلفا ريزن باخده اورال، بينزل في الجي اي تي، بيبتدي يسحب التوكسين اللي موجوده في الدم، بياخد التوكسين ويبتدي يبدلها بصلفة، حاجه انتي بكتيريال، فدي حاجه ممتازه جدا في علاج الدائريه. كمان تصنيع وفكره الانتريك كوت التابلت عن طريق الاين اكسشينجر، الدي اودرنت، ان اشيل اليوريا والفاتي اسيد والحاجات اللي هي مسؤوله عن الباد اودر بتاعت السويت بتاعت العرق، دي فكره الدي اودرنت مزيلات العرق. كمان الانتي اسيدز حاجات الحموضه، ما هو الفكره في الهايبر اسيديتي او زياده حموضه المعده ان في اكسس اماونت من الاتش سي ال، فانا ممكن اشيل الكلور اللي موجود في الاستومك او اشيل كمان الاتش، بس يفضل اشيل الكلور اللي هو الاينز وابدله بالاو اتش، ابتدي اخد جل او ريزن بيبقى عنده من بره او اتش، هيبتدي الجل او الريزن
ياخد الكلور اللي موجود في المعده ويحط مكانه ايه الاو اتش. تيجي الهيدروكسيل او الاو اتش تتفاعل مع الاتش تتحول لميه، يبقى انا كده سحبت الاتش سي ال او الهايبر، عالجت الهايبر اسيديتي، شلت الاتش سي ال اللي في المعده وحطيت مكانه اتش 2 او او ميه، يبقى انا كده عالجت المشكله بتاعت الحموضه الزياده. ده كده الميديسنال ابلكيشن للاين اكستشينجر. اخر نوع من انواع الابلكيشن الفارماسيوتيكال ابلكيشن. انا اقدر افصل الفارماسيوتيكال برودكت زي الانتيبيوتيك، الفيتامينز، الامينو اسيد، كل الحاجات دي طبيعتها تشارجد عليها شحنه معينه، فاقدر اعمل لها سيباريشن او اناليسيس باستخدام الاين اكستشينجر. كمان ممكن اعمل بيوريفيكيشن للملك او الجوز او الشوجر، اشيل الحاجه مثلا مسؤوله عن البيترنس، ما ساعات الشوجر بيبقى فيه بيترنس فانا محتاج اشيلها، او الجوز ابتدي احسن الطعم بتاع الجوز والشوجر باستخدام الاين اكستشينجر. كمان اقدر اعمل الكالويد سيباريشن، افصل مجموعه من الالكالويد، وده سؤال مهم جدا وان شاء الله جاي لك في الامتحان وعليه درجه كبيره. طبعا لو نفتكر مع بعض، الالكالويد غالبا بتكون طبيعتها بيزك، يعني بتكون عليها بوزيتيف تشارج، بس في بعض الالكالويد بنقول عليها امفوتيريك زي المورفين. لو تفتكر الاستراكشر بتاع المورفين كان عنده فينوليك جروب، والفينول بيبقى عليه نيجاتيف تشارج، وبرده الاستراكشر بتاع المورفين كان فيه اماين، يبقى المورفين بيبقى فيه حته في الاستراكشر اسيديك وفي حته بيزك. طالما المورفين عنده حته اسيديك وحته بيزك يعني عليه نيجاتيف تشارج وبرده عليه بوزيتيف تشارج، هعتبره امفوتيريك الكالويد. يبقى المورفين او النارسين، لان النارسين هو كمان عنده مجموعه كربوكسيل وعنده مجموعه امين، عنده في الاستراكشر حته اسيديك وحته بيزك، فالمورفين والنارسين الاثنين بنقول عليهم امفوتيريك الكالويد. في سترونج بيزك الكالويد زي في حاله الافيدرين، في ويك بيزك الكالويد زي الكافيين، وطبعا لازم الامثله دي تحفظها صم. في نيوترال الكالويد يعني اصلا ما هواش عليه شحنه، هعتبره متعادل، يبقى نيوترال يعني ما عندهوش نت تشارج، ما علقوش على السطح بتاعه شحنه معينه، زي مثلا في حاله الكولشيسين. ليه الكولشيسين مش عنده نت تشارج؟ لان اصلا اللون بير بتوع الامين جروب اللي موجودين في الكولشيسين بينزلوا يعملوا حاجه اسمها ريزونانس، فما عادش في افيلابيلتي للون بير، فاحنا بنقول ان الكولشيسين نيوترال، يعني مش عنده بيزك كاركتر او مش عليه شحنه معينه. يبقى في عندي امفوتيريك الكالويد زي المورفين، في حته اسيدك وفي حته بيزك. في سترونج بيزك الكالويد زي الافيدرين. في ويك بيزك الكالويد زي الكافيين. في نيوترال الكالويد مش عليه شحنه زي الكولشيسين او البيبرين، ودايما النيوترال الكالويد النيتروجين بتاعته بتبقى داخله في حاجه اسمها امايد، ما هو ده شكل الامايد، اسيد او كربوكسيليك جروب اتفعلت مع الامين جروب عمل حاجه اسمها الامايد، واي الكالويد النيتروجين بتاعته في شكل الامايد بنقول عليه نيوترال، يعني مش عليه شحنه. طيب انا جبت لك السؤال بقى، ميكتشر من 4 تايبس اوف الالكالويد، جبت لك ميكتشر من المورفين زائد الافيدرين زائد الكافيين زائد الكولشيسين، وقلت لك ازاي تفصل لي الميكتشر بتاع الالكالويد ده باستخدام الاين اكستشينج كروماتوجرافي، نوع من انواع الفارماسيوتيكال ابلكيشن. هنبتدي نجيب الميكتشر اوف الالكالويد ونحطه داخل، ده اول خطوه اهو، ركز معايا وسيبك من الورق دلوقتي. هنحطه داخل انايونيك ريزن، انايونيك اكستشينجر، ده نوع من انواع الريزن او الجل، هياخد على السطح الخارجي بتاعه الحاجه اللي عليها نيجاتيف تشارج، ما هو اسمه انايونيك ريزن او انايونيك اكستشينجر، هيشد وهيفصل الالكالويد اللي عنده نيجاتيف تشارج. مين الالكالويد في الاربع انواع اللي عنده نيجاتيف تشارج؟ هو الامفوتيريك الكالويد. فانا هلاحظ ان المورفين اللي هو باللون الازرق بدا يمسك على سطح الانايونيك ريزن، انما الثلاثه الباقيين حصل لهم اليوشن، خرجوا من الاسطوانه، خرجوا من الجهاز. يبقى المورفين اتحشر جوه الاسطوانه، لان المورفين طبيعته امفوتيريك عنده نيجاتيف تشارج، ده طبيعته انايونيك او امفوتيريك عنده نيجاتيف تشارج، هيقدر يمسك على سطح الانايونيك ريزن من بره وهيبتدي يخرج بره الاسطوانه. الكافيين اللي هو الويك بيزك، الافيدرين السترونج بيزك، والنيوترال اللي هو كولشيسين. هبتدي اخد الميكتشر الثلاثه الباقيين دول اللي خرجوا من الاسطوانه في اول خطوه واحطهم على الستيج نمبر 2 الخطوه الثانيه.
الخطوة الثانية ببتدي احطه جوه الكولم ويك كاتيونيك اكسشينجر او ويك كاتيونيك ريزن، ده جل او ريزن هيبدل الكاتاين بس طبيعته ويك. طبعا لازم يكون في طرف قوي علشان العلاقة تتم. ده ويك كاتيونيك ريزن، فبيبتدي يشد على السطح الخارجي بتاعه السترونج بيزك الكالاي. يبقى انا حطيت هنا في الخطوة الثانية ويك كاتيونيك ريزن علشان يشد ها السترونج بيزك الكالاي. فين السترونج بيزك الكالايد في الثلاثه دول؟ الافيدرين. الافيدرين لسه قايلين من شويه ده اكزامبل على سترونج بيزك الكالايد. الافيدرين ده سترونج بيزك الكالايد هيمسك على سطح الويك كاتيونيك ريزن وهيبتدي يخرج الويك بيزك الكالايد زي الكافيين والنيوترال. ما هو كده كده النيوترال ما عندوش شحنه، كل مره هيخرج صح كده؟ يبقى خرج الويك بيزك الكالايد زي الكافيين مع نيوترال اللي هو كولشيسين. هجيب الاثنين دول واحطهم بقى في المرحله الثالثه والاخيره، الاسطوانه الثالثه والاخيره، بيبقى جواها سترونج كاتيونيك جيل او سترونج كاتيونيك ريزن او اكس تشينجر. ده طبعا سترونج كاتيونيك هياخد على السطح الخارجي بتاعه الويك بيزك الكالويد، ما هو قوي هياخد بقى الضعيف. هيبتدي ياخد على السطح الخارجي بتاعه الويك بيزك الكالويد زي الكافيين، وكل مره بيخرج معايا النيوترال الكالويد اللي هو كولشيسين. يبقى ازاي عملت سيباريشن لميكتشر من 4 تايبس اوف الالكالويد باستخدام 3 كولم، 3 اسطوانات، اكنك بالظبط بتشتغل على فلتر 3 مراحل. اول مرحله واول خطوه اشتغلنا بانايونيك ريزن وده فصل ها الامفوتيريك الكالويد زي المورفين. تاني خطوه حطينا جوه الكولم ويك كاتيونيك ريزن عشان ياخد السترونج بيزك زي الافيدرين. الخطوه الاخيره حطينا جوه الاسطوانه سترونج كاتيونيك ريزن عشان ياخد الويك بيزك الكالويد زي الكافيين والكولشيسين، ده نيوترال بيخرج بره الاسطوانه. طب حد يسالني ليه بدانا بالويك كاتيونيك قبل السترونج؟ ركز كده معايا في الحته دي للفهم. لو انا حطيت في المرحله الثانيه سترونج كاتيونيك ريزن، السترونج كاتيونيك ريزن هيشد السترونج بيزك والويك بيزك، هيشد الافيدرين والكافيين مع بعض، وانا كده ما فصلتش كويس، فلازم ابدا بالويك بالضعيف علشان ده مش هيقدر يمسك الضعيف اللي زيه، مش هيقدر يمسك الكافيين، هو هياخد هيدور على الطرف القوي، هيدور على سترونج بيزك الكالويد اللي هو الافيدرين ويمسك معاه. بعد كده او في اخر خطوه بنحط السترونج، ما قداموش حل غير اللي هو يمسك مع الويك بيزك الكالويد زي الكافيين، فما ينفعش ابدل الاثنين دولت مع بعض، لازم بنفس الترتيب. يبقى 3 كولم سيستم، اول كولم جواه انايونيك ريزن ده فصل الامفوتيريك الكالويد زي المورفين، تاني كولم او تاني سيستم بيبقى فيه ويك كاتيونيك ريزن وده هيفصل السترونج بيزك الكالويد زي الافيدرين، واخر كولم جواه سترونج كاتيونيك ريزن وده هيفصل الويك بيزك الكالويد زي الكافيين. الكولشيسين هنلاحظ ان هو في كل مرحله بيخرج لان مش عليه شحنه لان طبيعته نيوترال الكالويد. كده خلصنا الايون اكسشينج كروماتوجرافي، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي هنشرح الجيل فلتريشن، هيبقى فيديو قصير ان شاء الله، بعديه اخر فيديو اللي هو الـ HPLC.